السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم جميعا، ويا رب دايما بخير. قبل كل شيء نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ايه تفسير او ايه معنى رؤيا اطفال البراءة او متلازمة داون في المنام؟ لو انا شفته انه جاي امامي او جاي امامي بيبتسم او بتبتسم، ايه معناه؟ هنا محمودة جدا للشخص اللي بيعاني من هم أو عنده مشاكل أو تعثرات في حياته. ليه؟ لأن هم من رموز الاستقرار النفسي، لأنه طفل بريء، فجزء أنه يجي أمامي يبتسم ليا، فده معناه أنه الفترة اللي جاية هيحصل فيها تغيرات كتيرة، من بينها أن الشخص هيدخل في فترة استقرار، في فترة راحة نفسية، في فترة هدوء نفسي، وللمكروب فك كرب بإذن الرحمن. طيب شفت بقى ان انا بأطعمه، ايه معناها؟ ما تشوف ان انت بتطعمه، ده معنى انفراجة ليك انت ورزق قادم ليك. بس الرزق هنا ما حدش يقول لك مال، لا، الرزق هنا رزق بتحقيق بشرة. فجزء ان انا بأكله او بأطعمه، فده معناه ان في عمل صالح انا بقوم بيه بغرض تحقيق أمنية كانت صعبة المنال، أو كان فيها يعني شوية مشقة، أو في معوقات أمامي إن أنا أحصل عليها، ولكن هتتيسر بفضل الرحمن. طيب لو أنا شفت بقى القبلة، إن أنا بأقبل طفل متلازمة داون، إيه معناها؟ هنا معناه إقبال سرور. فلو قبلته أو قبلتها، اعرف إن في إقبال سرور، وإنه في خبر حلو جدا 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 هيجيلك أو هيجيلك ما بعد الرؤية سريعا بإذن الرحمن. طيب في رمز يعني نخلي بالنا قوي منه، لو حد بيصلي استخارة في أمر وشاف طفل متلازمة داون، في ناس يعني بتأولها تأويل مش محمود، ان هو ليه ظروف خاصة، فده معناه ان الموضوع فيه توقف او فيه صعوبة في الحصول عليه او فيه، لا، هو مش دايما كده، بالعكس، ده الناس اللي بتصلي استخارة في امر ارتباط، يعني لو بنت مصلية استخارة في امر ارتباط من شخص معين وشافت ان طفل متلازمة داون انه بيقدم لها طعام، بيقدم لها شراب، دي محمودة جدا، لان ده معناه ان الشخص اللي هترتبط بيه هيكون فيه صفات البراءة، او انه شخص صالح، لا فيه نفاق ولا فيه سوء ولا فيه اذى ولا الكلام ده كله. ولو حد داخل مشروع وشاف الطفل ده انه بيقدم له شيء او انه بيعطيه شيء، دي محمودة جدا، لان ده معناه ان المشروع ده مش هيكون متعب او مش هيكون فيه مشقة، بالعكس، ده العمل ده انت هتدخل فيه وهيكون ميسر بالنسبة لك، او هيكون ان شاء الله بإذن الرحمن في خير عظيم جدا هيجيلك من وراه. دي بالنسبة للأمور المبشرة. طب ايه الرمز اللي احذر منه بقى لو انجبت طفل متلازمة داون في الرؤية؟ ليه؟ هنا مش محمودة، هنا معناها سعي في امر او اجتهاد في الحصول على شيء، ولكن الشيء ده يعني هيحصل فيه مشكلة او هيحصل فيه تعثر او هيحصل فيه صعوبات، او امر انت مقبل عليه او مصلي عليه استخارة وتشوف ان زوجتك انجبت طفل متلازمة داون، او تشوفي ان انت انجبت طفل متلازمة داون، هنا بيكون تنبيه ان خلي بالك ان المشروع او العمل اللي انت داخل فيه ده فيه اجتهاد، فيه تعب، فيه مشقة، ولكن يعني النهاية او المحصلة هيبقى ان فيه مشكلة او فيه تعثر من بعد التعب. واذا كانت بنت عزباء، احنا قلنا لو شافت انه فيه طفل منهم بيهديها شيء وهي مصلية استخارة على شخص، محمودة، لكن هي تنجب الطفل او الطفلة مش محمودة، لان ده معناه ان موضوع الارتباط ده مش افضل قرار، او ده مش افضل شخص بالنسبة لك. فنفرق جدا ما بين الولادة وما بين انه يجي يعطيني شيء. ياريت ما ننساش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك يشترك وفعلوا جرس الإشعارات. أترككم في رعاية وحفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.